بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو دوت هنشرح الـ Relational Model. بداية يا جماعة، احنا خدنا ازاي نجمع requirements عن الـ database اللي احنا عايزين نعملها، وليكن عايزين نعمل database دي university، فبنبدأ نجمع كل الـ details واللوائح اللي موجودة عشان نبني database كويس. فبعد ما نجمع requirements كـ steps أو كـ points، بنبدأ نفكر في ان احنا ندزاين الكلام دوت بحاجة اسمها conceptual model، او باستخدام الـ EER او الـ ER model. ودي شوية diagrams زي ما احنا، او شوية notations زي ما احنا خدناهم قبل كده، ازاي اقدر امثل الـ database بتاعتي عن طريق الـ notations ديت عشان يبقى حاجة high level language او high level representation، بحيث ان اي شخص اوريها له يفهم ايه دوت. زي الرسم بالظبط كده، برسم الرسومات بتاعتي، وبعد ما تمام اتفقنا انا والعميل على ان دي الداتابيز اللي هو عايزها وده الريستريكشنز وكده، بنبدا بقى ناخد الكلام دوت ونحوله لحاجه قريبه قوي من الامبلمنتيشن. فاقرب فيز للامبلمنتيشن هي الريليشنال موديل. وباختصار شديد، الريليشنال موديل يعني ايه؟ يعني تيبلز وفي ريليشنز ما بينهم وبين بعض، فكل حاجه عباره عن تيبلز. حتى الريليشن شيب اللي هي كانت شكل المعين دوت برضو هي عبارة عن تيبل. فيبقى عندي ريليشن موديل معناها تيبلز، وطبعا اللي يربط التيبلز ببعض ان في اتريبيوت يسمى فورين كي يشاور على البرايمري كي بتاع التيبل تاني. فممكن نقول الموضوع ده ازاي. نقول ان انا هعمل تيبل كده، ادي اتريبيوت اسمه مثلا ديبارتمنت نمبر. الديبارتمنت نمبر ده هيروح يشاور على الجدول اللي اسمه ديبارتمنت، هيشاور على الدي نمبر بتاعه اللي هو البرايمري كي بتاعه. فده بسميه الفورين كي اللي بيشاور على البرايمري كي في التيبل التاني. ده بسميه ريفرنسنج تيبل، وده بسميه ريفرنسد تيبل. طبعا ده برضو دي البي كي بتاعه، مالناش دعوه بيه. فهو ده الريليشنال موديل. فالريليشنال موديل هو عباره عن تيبلز، والتيبلز ديت في تيبلز منهم بتحتوي على فورين كي بتشاور على الايه؟ التيبل الاخرى. طبعا ده هو ده اللي هيربط التيبلز ببعض. لو مفيش فورين كي يبقى التيبلز كل واحد عايش في وادي. في طبعا كرنت بوبولار ريليشن ريليشنال داتابيز مانجمنت سيستم او بيسمى ار دي بي ام اس، ودوت بقى اللي بتقدر تمبلمنت فيها ريليشنال موديل ديت. ففي امثال كتير قوي، مثلا شركه اي بي ام نزلت حاجه اسمها دي بي 2، وانفورميكس دايناميك سيرفيس سيرفر، وفي شركه اوراكل منزله اوراكل او ار دي بي، وفي سايبيز منزله برضو، والاس كيو ال سيرفر تبع مايكروسوفت، واحنا بنشتغل على المايكرو الماي اس كيو ال عشان هو اوبن سورس وخفيف على الاجهزه وما الى ذلك. ولكن كل اللي احنا هنتعلمه في الماي سيكوال هيبقى شبيه جدا ليه في السيكوال سيرفر، هيبقى شبيه جدا ليه في الاوراكل، مش هيبقى الفروقات كبيره جدا. فالكونسبت واحد، وده برضو من ضمن النجاحات بتاعت ال SQL ان هي لغه ستراكشرد كويري لانجوج. فكل اللغات، كل ال RDBMS بيشتغلوا بيها، مفيش اي مشكله. اختصارا يعني ايه ريليشنال موديل؟ قال لك ريليشنال موديل ريبريزنتس داتابيس از كولكشن اوف ريليشنز. يعني ايه ريليشنز؟ يعني تيبل. يبقى هي شويه تجميع من التيبلز مع بعض. طب كل تيبل يا جماعه عباره عن ايه؟ قال لك ادي تيبل، كل رو يمثل اوبجكت انستانس، يعني حالة، اسمي كذا، عنواني كذا، سني كذا، فدي حالة. فيقول لك اتش رو في التيبل دوت ريبريزنتس ا كولكشن اوف ريليتد داتا فاليوز. اسمي وسني وعنواني وتاريخ ميلادي دي كلها ريليتد داتا خاصة بيا، اللي هي تعتبر افكتس تيبيكالي كورسبوند تو انتيتي اور ريليشن شيب. طبعا ممكن التيبل دوت يبقى خاص بانتيتي، يعني مثلا زي ديبارتمنت، او يكون خاص بريليشن شيب زي مثلا وركس اون، العلاقة اللي ما بين الديبارتمنت والامبلوي. ده شكل الريليشن. بيبقى عندي فيه هيدر اللي هو اللي بشكل الرمادي غامق دوت، بيبقى عباره عن نيم، عن اس اس ان، عن هوم فون، ادرس، اوفيس فون، اتش جي بي اي. ده بنسميه الهيدر بتاع التيبل او السكيما. طبعا الاسم اللي فوق دوت هو الريليشن، اسم الريليشن. الداتا هنا الريليشن دي كلها بسميها ار كابيتال. R small of R capital يمثل التيبلز بتاعتي، والاتريبيوتس اللي هو السيت اوف اتريبيوتس اللي هي اسماء الكولومز دي اسماء سيت اوف اتريبيوتس. لو هنلاحظ ان دايما سيت اوف اتريبيوتس بنديها الرمز A capital، والريليشن نيمز
بتاعتنا او ريليشن نيم سوري ار، ويبقى الار هي عباره عن سيت اوف اتريبيوتس، والار سمول اوف الار كابيتال، يبقى الار سمول اوف التيبل هي الداتا بتاعتي او التابلز، وكل تابل ده يسمى تابل او رو. يعني التابلز ممكن تسمى روز، انستانسز، اوبجكتس اند سو اون. فنقدر نقول ان الريليشن سكيما معناها اللي هي ار هي عباره عن سيت اوف اتريبيوتس اي 1 لغايه اي ان، هي سيت اوف اتريبيوتس. ريليشن او ريليشن ستيت تمثل اللي هي دي الار ديت، دي ريليشن او ريليشن ستيت. A relation or relation state R of R is a mathematical relation of degree n on a domain D1. Domain A1, domain A2, domain A3 وهو عبارة عن ال subset of the Cartesian product denoted by X of domain كذا. يعني ايه الكلام دوت؟ قال لك لو انت عندك الدومين الاولاني اللي هو مثلا وليكن مثلا هنا ال year او السمستر، وعندك مثلا الـ year، والير بتاعتك عندك يا 1 يا 2 يا 3 يا 4، وعندك السمستر 1 2. فطبعا الدومين دوت ممكن يطلعوا لي داتا ان واحد في الير الاولانيه في السمستر الاولاني، او في الير الاولانيه في السمستر الثاني، او في الير الثانيه السمستر الاول، او في الدي وهكذا. فكان الاربعه فاليوز دول بيحصل لهم كارتيزيان برودكت مع الاثنين فاليوز دول، يبقى انا عندي كل الاحتمالات الممكنة في 4 2 يعني 8، عندي 8 احتمالات. فعشان كده ال R of R هي دايما سبست من الدومين الاولاني كارتيجن برودكت الدومين الثاني، كارتيجن برودكت الدومين الثالث والرابع والخامس لغايه هنا. كل الفاليوز المتاحة انا ممكن اخدها في ال R of R او اللي هي الريليشنال ستيت. لما نيجي نتكلم على تيبلز ففي حاجتين، في ترتيب مهم وفي ترتيب مش مهم. لما اتكلم على داتا زي كده فالمعلومات بتاع الطالب اللي اسمه احمد دخلت الاول، يوسف دخلت الثاني، مفيش حاجه اسمها اول وثاني، او في حاجه اسمها اول وثاني بس الترتيب مش مهم. هي دي اتخزنت في اول رو عشان هي دخلت الاول، والثاني اتسجل في ثاني رو عشان هو دخل الثاني. طب يعني لو طلعت يوسف قبل احمد وبتاع، قال لك مفيش اي مشكله، يبقى الترتيب مش مهم. يعني دخل يوسف الاول شغال، دخل احمد الاول شغال. طب وانا بعمل فيو انا عايز ارتبه ابجديا، وانت بتعمل فيو او ريبورت بتطلعهم ابجديا، ولكن وانت بتنسرت مش فارق، لان دخلهم زي ما انت عايز وانا هعمل لهم سورت بالاس كيو ال بعد كده. المهم بقى في الترتيب وانت بتنسرت الداتا ان انت تدخل الاسم الاول، السن الثاني، اللي عارفش ايه الثالث، الرابع، لازم تدخل يبقى ترتيب الكولومز مهم. تمام؟ طب واحد عايز يهرب من ترتيب الكولومز فهيقول لك وانا بانسرت اكتب اسم الاتريبيوت واسم الشخص، يعني لو نيم يبقى اسم الشخص، اسم الاتريبيوت اس اس ان والرقم الشخص، هوم فون ونال مفيش، ادرس وده، اوفيس فون وده، ايج 25، جي بي اي كذا. لو انت ما كنتش هتكتب الاسماء الاتريبيوتس يبقى كنت لازم تدخلهم بنفس الترتيب اللي موجودين هنا. يعني بمعنى لازم تدخل النيم الاول، اس اس ان الثاني، الهوم فون، الادرس، الاوفيس فون، الايدج جي بي. لو دخلتهم بالمنظر ده دخلهم على طول كده، يعني تدخل على طول ده، يعني تقول التي على طول بتساوي الديك كذا كوما الاربعه اتنين اتنين وكمل كوما النال. فلو ده نفس الترتيب بتاع الاتريبيوتس من غير ما تكتب اتريبيوت نيم. لو عايز تلخبط في الاتريبيوتس عشان تحب تدخل ده الاول بعد كده الثاني فمش فارقه، فلازم تحط الايه؟ الاتريبيوت نيم. يعني لما احط الاتريبيوت نيم انا كده بريح دماغي ان انا اقعد اركز قوي مع الترتيب بتاع الكولومز ايه، عشان حتى ممكن يكون ده سترنج وده سترنج، فتدخل مثلا الادرس في النيم والنيم في الادرس. يعني اقول انا اسمي احمد فدخل احمد ومثلا القاهره، اتاري الادرس كان الاول فاحمد يبقى هو الادرس معايا يا جماعه؟ فكان يعمل كده، يعني النيم يدخل في الادرس والادرس يدخل في النيم، فغلط. فلو انت كنت بتقول النيم بيساوي كذا كده هيشوف فين النيم موجود هيحط له النيم بتاعه. طبعا في السلايدز هنا بس عايز اوضح لك النال امتى انا بستخدمها. طبعا لو الاتش فاليو ان تابل از اناتوميك فاليو، في حاجه مهمه انا بس نسيت اقولها، لازم يكون الاتريبيوت في الريليشن اتوميك. بمعنى ما تقوليش ان في كولوم اسمه كالر مثلا، والكالر ده ممكن الطالب اسمه مثلا احمد،
بيحب مثلا الاحمر والاخضر فاكتب له ريد. لو جيت اكتب له جرين معنى ذلك ان انا هكرر احمد تاني فاكتب جرين هنا غلط. يبقى كل اتريبيوت يبقى اتوميك. طب والمالتي فاليو اتريبيوت؟ قال لك مش هينفع تتمثل في نفس الجدول، بنعمل لها جدول جديد وده هيجي بقى بعد شويه. يبقى في ريستريكشن دلوقتي على الريليشن ان الاتريبيوت اتوميك يعني ياخد فاليو واحده بس. طب تقول لي طب ما الكلر ريد مع احمد وجرين مع يوسف. ايوه هنا مش معناها يعني اللون هنا دخل اكتر من لون بس كل واحد لشخص. ما ينفعش الشخص الواحد ياخد لونين. يبقى مالتي فاليو معناها ان الانتيتي الواحده الانتيتي سيت الواحده او الستيت الواحده تاخد لونين. لا كل ستيت تاخد لون واحد. بيقول لك يبقى الكومبوزيت اند مالتي فاليو اتريبيوت ار نوت الاود. برضو الكومبوزيت مش متاح. انا عندي ادرس عباره عن ستريت نمبر وستريت نيم اعملها ازاي؟ قال لك هنشوفها بعد شويه تتعمل ازاي. يبقى خد الريستريكشن ده ان الكولوم او الاتريبيوت هو سنجل او اتوميك فاليو. طبعا النال امتى بتدخل في التيبل؟ لما بكونش عارف الداتا او ان هي انا يعني انا بقول لك الفون بتاعك ايه فبتقول لي ماليش ما عنديش فون يبقى نال. وهنتعلم ازاي نتعامل مع النال. يعني مثلا عايز اطلع كل الاشخاص اللي التليفونات بتاعتهم بنال هنعرف. لان في حاجه سوبر اوبريشن اسمها نال از نال از نوت نال. الريليشن سكيما ار اوف ديجري ان از دينوتد باي ار اي 1 اي 2 اي ان. يبقى دي ادي ريليشن وهي عباره عن السيت اوف اتريبيوتس ديت. يبقى انا اعتبر ان كل التيبل ده اللي اسمه ار في ان اتريبيوتس. الابر كيسز كيو ار اس بتمثل التيبلز. يعني اقول تيبل كيو ار اس تي. اللور كيس كيو ار اس بتدنوت الريليشن ستيت. يعني ده يبقى الكيو الار وهكذا. ولكن الداتا نفسها بتمثل كده. والليتر تي يو في بتمثل التابلز. يعني دي كلها اذا كانت ار فواحد بس منهم ممكن اسميه تي. يبقى تاني الهيدر هي بالحروف الكابيتال. الداتا كلها اللي تحت الهيدر اسمها كيو ار اس. زي كيو كابيتال يبقى كيو سمول، ار كابيتال ار سمول، اس كابيتال اس سمول. تي يو وفي فدي تابلز. بيقول لك ان تابل تي ان ريليشن ار اوف ار از دينوتد باي. احنا اتكلمنا عن ان الار هي عباره عن سيت اوف اتريبيوتس والتابل هو عباره عن سيت اوف فاليوز كل فاليو مقابل الدومين. اذا اقدر اقول ان التي هو عباره عن اوردرد بير كده او سوري مش بير اوردرد اوف تابلز او اوردرد اوف فاليوز في 1 في 2 لغايه في ان بحيث ان كل في مقابله للدومين اللي قصادها. هنا بقى the following notations refers to component values of tuple. فلما بقول مثلا post t of ai and t dot ai معناها انا عايز قيمه الاتريبيوت دوت في التابل تي. يعني لو عندي تيبل زي كده يا جماعه وقلت لك انا عايز التابل ده فاقول لك التابل اوف الدومين مثلا اي 2 يبقى انا عايز القيمه دي. دي تسمى يا شباب تي اوف اي 2 او تي دوت اي 2 and sometimes تي اوف اي. يعني ممكن اقول اي على طول مفهومها refer to value في اي ان تي فور اتريبيوت اي اي. اوكي both t a of كذا and t dot دي معناها ان هي تجيب لي شويه values كل value مقابله للاتريبيوت اللي قصادها. يعني ده مثلا مقابل الاتريبيوت الاولاني، ده مقابل الاتريبيوت الثاني، مقابل الاتريبيوت رقم كذا. فبيقول لك ان ال a u a w a z is a list of attributes from r refer to the subtuple of values v w او v u v w v z from t corresponding to attributes. تاني معلش عشان لو في لخبطه ال T of ادي لك اسم الاتريبيوت اسم الاتريبيوت اسم الاتريبيوت شويه اتريبيوتس اديتهم لك. وليكن مثلا عايز T of first name last name و address فيطلع لك الفاليوز المقابله لكل اتريبيوت من الاتريبيوتس ديت. وليكن مثلا تطلع لي احمد وساكن في القاهره ولا معرفش احمد محمد ده لاست نيم وساكن في القاهره والفون بتاعه كذا. كل فاليو من ديت مقابل الاتريبيوتس الاتريبيوت اللي قصادها. وده اكزامبل مثلا ان التي بتساوي باربرا والرقم الفون كذا ولا رقم ايه دوت وده رقم ايه وكذا. وي هاف ان التي اوف يعني ده لو التابل فالتي اوف نيم معناها
باربرا بنسون، ولو قلت لك اس اس ان والجي بي اي فيطلع لك فين الاس اس ان مثلا اهو، طب وفين الجي بي اي اهو، فيروح مطلع لك بس الاس اس ان والجي بي اي. يبقى ده كان اس اس ان وده الفوق. دي بقى لو احنا بنتكلم كده بالصوره العاميه، فتيبل بالصوره العاميه هو فورمولا تيرم ريليشن. يبقى انا ريليشن يعني تيبل، اتريبيوت يعني كولوم هيدر، دومين يعني كل الكولومز البوسيبل كولوم فاليوز الممكنه، يعني بقول لك دومين سترنج يبقى كل الكلمات المتاحه، كاركتر يبقى انا حرف واحد من اي تو زي، انتجر يبقى كلها في انتجر، كاركتر فلوت يبقى كلها ارقام عشريه وهكذا. الطابل في الفورمال يعني رو في الانفورمال، السكيما اوف ريليشن في الفورمال يعني تيبل ديفينيشن، والستيت اوف ريليشن هي البوبيليتد داتا او الانستنسز الموجوده. السكيما بيزد كونسترينت انكلود، لازم بقى وانت بتعمل ريليشن لازم تبقى عارف الكونسترينت بتاع الريليشن ايه. ففي عندي كذا كونسترينت، يعني في كذا قيد، في كذا ليميتيشنز بعملها وانا بانسرت مثلا او بديليت او بعمل حاجه في الريليشن. يعني وانت بتدخل داتا جوه الريليشن في حاجه اسمها دومين كونسترينت. يعني ايه؟ يعني انا بقول لك الجندر مثلا اللي هو ميل ولا فيميل هو كاركتر، فيبقى الدومين بتاع الجندر، الدومين بتاع الجندر اللي انا قلت ان هو نوع وكاركتر يبقى يدخل حرف واحد بس. طب لو قلت ان اللي هو ايه يا بي يا سي مش عارف ايه، تقول لي لا جندر هو ام في ميل او ميل، ابدا اتكلم يبقى انا ما كنتش عاملها كاركتر، كنت ممكن اعملها انوم. الناس اللي فاكره سي انوم كنت ممكن اقول له انا عايز اف بس وام بس، يبقى انا ما حدش يخرج بره الفاليوز دي، فيبقى دي كونديشن. يبقى الكونسترينت عند كونديشن، فالدومين كونسترينت يعني وانت بتدخل داتا في الكولوم ده ما تدخلهاش اوت اوف رينج، اقول لك انتجر ما تدخليش 2.5، اقول لك سترينج ما تدخليش ارقام. في حاجه اسمها كي كونسترينت. يعني ايه كي كونسترينت؟ لو انا بتكلم على الاس اس ان، فلو في واحد اسمه 1111 3 3، ما تجيش تعمل لي انسيرت تاني ال 1111 3 3، لان البرايمري كي او الكي كونسترينت بيقول ان ممنوع التكرار. ما ينفعش يبقى في طالبين ليهم نفس الاس اس ان، ما ينفعش طالب يبقى ملوش اس اس ان، يبقى ممنوع الايه التكرار والنال فاليوز دي في الكي كونسترينت. امال يعني ايه نال؟ قال لك ان انا بقول لك اكتب لي الفون بتاعك، اوعى حد يسيبها لي نال، فدي ريكوايرد زي الريجستريشن فورم. لما بيكون عندي ريجستريشن فورم مثلا بيقول لك والله كل اللي معمول عليهم ستار باللون الاحمر دي ريكوايرد مانداتوري داتا مش اوبشنال، يعني اساسيه فلازم تدخلها. فلما تدخل نال غلط يبقى دي اسمها كونسترينت اون نالز. وريفرنشال انتجريتي معناها ان لما الطالب اقول ان هو شغال في القسم رقم 5 اروح الاقي في الديبارتمنت قسم رقم 5 موجود، فما اكتبش هنا 5 اروح ابص ما الاقيش قسم اصلا اسمه 5، يبقى اقول لك روح للدكتور فلاني يقول لك ما فيش حد بالاسم ده هنا، كده ريفرنشال انتجريتي باظت. ريفرنشال انتجريتي يعني ايه؟ يعني التكامليه المرجعيه، يعني لازم يبقى في تكامل في المراجع. طيب ايه تاني؟ في ديفرنشال انتجريتي يقول لك وانت بتنسرت لازم تنسرت ديبارتمنت نمبر موجود، لازم تنسرت رقم دكتور موجود. في الانتخابات مثلا لازم يبقى اللي بينتخب يبقى عايش موجود حي يرزق. برضه في الديليت في مشكله دلوقتي، انا عايز امسح الديبارتمنت ده، طب وايه اللي هيحصل مع الموظفين اللي شغالين في القسم ده؟ قال لك ده يا اما يتمسحوا مع الديبارتمنت، يبقى كل الموظفين اللي كانوا شغالين في الديبارتمنت رقم 5 اقول لهم مع السلامه، يا اما يتحط هنا النل فراح شايل الخمسه واحط النل، يعني يا اما يتمسح كله يا اما احط نل، يا اما ريستريكت يعني اقول له ممنوع تمسح لان في ناس شغاله فيه. يبقى عندي ثلاث احتمالات حاجه اسمها ريستريكشنز وانت بتمسح او بتابديت. لو مسحت الديبارتمنت ومسحت قصاده كل الموظفين بسميها كاسكيد، يعني ده بيشيل كل حاجه. ولو حطيت نل بقول يبقى اون ديليت سيت نل، يعني لما تمسح القسم حط نل رقم القسم بتاع الشخص اللي كان بيشتغل في القسم اللي هيتمسح. او ريستريكت ان انت تريستريكت المسح تماما. فبتسمى ايه؟ اون ديليت ريستريكت، اون ديليت كاسكيد، اون ديليت سيت نل. اون ديليت سيت نل
يعني انا كنت شغال في قسم رقم 5، الصبح لقيت نفسي مش شغال في اي قسم. ليه؟ القسم بتاعي اتلغى اصلا من الدنيا، او ان انا لقيت نفسي في الشارع. يبقى انا كده اون ديليت كاسكيد، مع السلامه. انا متامن عليه تامين جامد جدا، القسم مش هيتمسح طول ما انا شغال. اموت انا يبقى يمسحوا القسم. طبعا خلاص بقى، الدومين كونسترينت سبيسيفايز ذات ويذن اتش تابل ذا فاليو اوف اتش اتريبيوت اي ماست بي ان اتوميك فاليو فروم ذا دومين دوم اوف اي. دوم اوف اي يعني الدومين اوف اي، فلازم كل فاليو بتاعت الاتريبيوت اي دي تبقى موجوده في الدومين زي ما انا شرحت من شويه. لما نرجع تاني بالكلام بقى عشان نتكلم على الكي كونسترينت، فنرجع تاني بكلامنا على يعني ايه برايمري كي. قال لك طب تعالى نعرف حاجه ترم اكبر شويه، يعني ايه سوبر كي؟ السوبر كي هي شويه اتريبيوتس ليها المميزات اللي هقولها، ان هو ايه بقى؟ No two tuples in any valid relation state will have the same value for SK. وكمان مفيش null. يعني لما تقول ان ده سوبر كي معناها ان ما لاقيش شخصين ليهم نفس ده. مثلا خلينا نقول SSN والنيم، هل ده سوبر كي؟ اقول لك اه، لان لو ده ثلاث وحايد واسمه احمد هلاقي الثلاث اتنينات واحمد، مفيش مشكله احمد ممكن يتكرر. ثلاث ثلاثات واحمد، بس استحاله الاقي ثلاث ثلاثات تاني واحمد، او ثلاث اتنينات تاني واحمد، غلط. يبقى الاثنين مع بعض ممنوع يكرروا. لذلك بيقول لك لو في اي تو ديستنكت تابلز، ادي واحد ديستنكت تابل تي 1 تي 2، ده ديستنكت تابل وده ديستنكت تابل، استحاله الاقي ان تي 1 في اس كي لا يساوي تي 2 في اس كي. استحاله اليوم بيساوي، فيبقى دايما لو في تو ديستنكت تابلز يبقى لازم التابل عند الاس كي الاولاني لا يساوي التابل عند الاس كي الثاني. يعني لو ده تو تابلز ده لا يساوي ده، ده اسمه سوبر كي. طب هل النيم لوحده سوبر كي؟ لا، لان عندي تو تابلز اهو، احمد واحمد، في فاليوز متساويه. طب ايه لازمه النيم في الموضوع؟ قال لك ما انا بعرف السوبر كي. السوبر كي مش شرط يبقى مينيمال، يعني اقل حاجه ممكنه. فنيجي بقى ندخل في اللي بعد كده، ان يعني ايه كي؟ يعني ايه برايمري كي؟ هو مينيمال سوبر كي، بمعنى ان رقمك القومي واسمك وعنوانك وتليفونك وكل ده سوبر كي. هل كي؟ لا، لان ممكن اشيل الادرس ويفضل برضه سوبر كي، ممكن اشيل النيم ويفضل سوبر كي، ممكن اشيل لغايه لما تيجي تشيل يقول لك لا ما ينفعش. فانا لما احط الاس اس ان والنيم ده سوبر كي مش كي. طب شيل النيم ستيل دوت ما بيتكررش، ايوه يبقى ده سوبر كي. طب ينفع اشيل من ده حاجه تانية؟ لا ما ينفعش، يبقى ده برايمري كي. يبقى برايمري كي يعني ايه؟ اقل سوبر كي ممكن، ما ينفعش اشيل منه حاجه تاني والشرط يبوظ مني، يعني لازم الشروط تبقى دي متحققه. لما اوصل لسيت اوف اتريبيوتس الشرط ده متحقق ومش عارف اشيل اتريبيوتس اخرى، يبقى ده مينيمال او ده اسمه برايمري كي. في مثال، مثلا لو انا بتكلم على الكار ريليشن سكيما، فعندي لو عندي السكيما اهي، عندي مثلا في انتيتي اسمها كار، عندي ستيت ريجون نمبر، سوري ريجستريشن نمبر، سيري نمبر، سيريال نمبر، ميك، موديل، يير. الكار هاز تو كيز، ممكن ستيت والريجستريشن نمبر او السيريال نمبر، بوث ار اولسو سوبر كي اوف كار، ماشي كده. ولكن السيريال نمبر والميك از ا سوبر كي بات نوت ا كي. ليه؟ لان بصوا يا جماعه، السيريال نمبر يكفي لانه حاجه وحيده، فخلاص مش محتاج تحط معاها ميك ولا مش ميك. فلذلك بنقول ان اي كي از سوبر كي، ولكن العكس غير صحيح، ان اي سيت اوف اتريبيوتس انكلود كي از سوبر كي. اي شويه اتريبيوتس فيها الكي تبقى سوبر كي، والمينيمم سوبر كي از كي. الكي كونسترينت if relation has several candidate keys one is chosen arbitrarily to be the primary key. لو انت عندك تيبل فيه اكتر من واحد مرشح ان هو يبقى primary key، يعني ده ما بيتكررش ونوت نال، ده ما بيتكررش ونوت نال، اختار واحد منهم arbitrarily اي حاجة. طبعا بنحاول نختار اقلهم سايز. خلاص، طبعا primary key بيستخدم ليه؟ لان هو بيستخدم to uniquely identify each tuple in a relation، وده طبعا بيكون البرايمري كي حتى جاي من لفظ المفتاح، ان كل باب ليه مفتاح واحد بس، ما ينفعش مفتاح يفتح مفتاح يفتح بابين. اذا لما اقول لك الاس اس ان تقول لي هو الطالب ده مش ده وده.
also used to reference the table from another table. طبعا البرايمري كي دايما قلنا ان هو بيستخدم ان هو يكون اللي هيبقى زي ما انا قلت من شويه كده، انا الديبارتمنت والامبلوي، فده عنده الدي نمبر، ده فورين كي بيشاور على البرايمري كي بتاع الديبارتمنت. فالبرايمري كي بتاع التيبل ممكن يستخدم ان حد يشاور عليه من تيبل تاني. الكي كونستريت the primary key attribute bk of each relation schema rns cannot have null values in any table of rr. يبقى ما ينفعش تدخل ايه؟ null. وكمان ما ينفعش تدخل حاجه already موجوده قبل كده. bk has several attributes, not null is not allowed in any of these attributes. يبقى لو انت مثلا عندك ssn والname هما primary key، ما ينفعش تدخل في واحد منهم null، لازم يدخل. other attribute of r may be constrained to as this allow null values even though they are not members of primary key. طيب انا عندي primary key هو الاس اس ان، وجيت ناحيه الادرس بقول لازم كل واحد يدخل الادرس بتاعه، فرحت عامل constraint اسمه not null على الادرس، فده ملوش علاقه primary key خالص. كده معناها ان كل واحد يدخل الادرس بتاعه. تمام؟ طيب الـ Reference Integrity Constraint، الـ Constraint Involving، هنا بقى أول Constraint بقى في الدنيا هنا يقول لك إيه، أنا بجيب تو تيبلز، الـ Primary Key هو تيبل واحد، الـ Domain هو تيبل واحد، بمعنى وأنا بدخل في تيبل دوت بيشوف الـ Constraint اللي اسمه Primary Key، وأنا بدخل في التيبل دوت بيقول لي أنت مدخل حاجة مش في الـ Domain، ولكن الـ Reference Integrity Constraint أنا بانسيرت في تو تيبلز، أو بعمل سوري بعمل انسيرت في تيبل بس بيبص على تيبل تاني. فده الوحيد اللي بينفولف تو ريليشنز، وده سؤال مهم في امتحان، ايه الكونسترينت اللي بينفولف تو ريليشنز او يونري ريليشن، فتبقى عارف. وطبعا ده قلتها ان انا ما ينفعش ادخل فورين كي في 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 في, في تيبل ما يكونش ليه ريفرنس في تيبل اخر. فتابلز ان ذا ريفرنسنج ريليشن، قلنا ريفرنسنج ريليشن اللي هي مثلا زي امبلوي ده اسمه ريفرنسنج، ليه؟ لان هو اللي بيشاور، have attribute fk called foreign key that reference the primary key attribute pk of referenced relation. فدي referenced relation وهي دي المشار اليها، لازم يبقى عندها pk والreferencing عنده fk بيشاور على بعض. ولو عندي تابل t1 في ال r1 هلاقي تابل t2 في ال r2 بحيث ان t1 وفي ال fk يساوي t2 وفي ال pk، يعني ال value دي تساوي الفاليو دي. وطبعا انا بمثل العلاقه ديت بعباره عن ايه؟ زي ماسوره ميه كده، سهم طالع من المكان دوت للمكان ده. statement of the constraint the value in foreign key column fk can be either value of an existing key a value of an existing primary key value of a corresponding primary key in reference to the relation r2 or null. بمعنى لو عندي موظف شغال في قسم رقم 5 يبقى لازم اروح الاقي القسم رقم 5. طب الموظف ده لسه مش عارف له قسم او لسه مش عارف اساين لانهي قسم، فسيبه نال، يبقى الفورين كي يا اما بنال يا اما باسم ديبارتمنت موجود. دي طبعا يا جماعه ادي الفورين كي بتاع الامبلوي بيشاور على اهو، يعني لو خدت اهو بيشاور على البي كي بتاع الديبارتمنت. السوبر اس اس ان اللي هو الاف كي بيشاور على البرايمري كي ده، ودي اللي هي ريكارسيف فورمولا او ريكارسيف ريليشن شيب. وان الديبت لوكيشن بيشاور على، طبعا كل الكلام ده جه منين، المواسير الميه دي جت منين هنشوفها بعد شويه. في حاجه كنت عايز اقولها في حته الكونسترينت اللي احنا بنعملها، في حاجه اسمها فايوليت. وانت بتكتب في الاس كيو ال هيقول لك ان انت وانت بتدخل داتا مثلا يقول لك ان انت فايوليت الدومين كونسترينت، فيبقى تركز بقى لما فايوليت الدومين كونسترينت يبقى بتدخل حاجه اوت اوف رينج. طب لما اقول لك فايوليت الريفرنشال انتجريتي يبقى انت مدخل الشخص ده بيشتغل في حته والحته دي مش موجوده، الشخص دوت ريجستر في الكورس ده ومفيش كورس اصلا بالرقم ده، الكورس ده تبع البرنامج دوت والبرنامج ده اصلا ما عندوش الكورس دوت، فدي كلها يقول لك انت فايوليت. فكلمه فايوليت يخالف هتلاقيها مكتوبه دايما وانت بتعمل كوماند اس كيو ال. طبعا الكلام ده كله هيبان قوي واحنا بنشتغل اس كيو ال،
بس لازم نكون فاهمين يعني ايه فيوليت والكلام ده كله. طبعا عندك انسيرت وعندك ديليت وعندك موديفاي، كل واحد من دول ممكن يخالف بطريقه او باخرى. تعال كده نقرا بسرعه. each relation will have many tuples in the current relation state. the relation database state is a union of all the individual relation states. يبقى لما اتكلم على relational database state هو union of all individual relation states، يعني كل داتا بتاعت كل tables اعملهم union مع بعض طلع relational database state. whenever the database is changed a new state arises. يعني دخلت بقى، يعني تخيل ان انت عندك database دخل فيها داتا في كل التيبلز، فكل التيبلز دي مع بعض بقول ان ديت البوبيليتد داتا او ريليشن داتا بيز ستيت. اي تغيير هيحصل فيها طبعا في نيو ستيت هتحصل. نيو ستيت هتحصل لازم تتاكد ان هي مالها لا تخالف. طب ايه التشنج اللي هيحصل؟ يا انسرت يا ديليت يا موديفاي. يا انسرت طالب، يا انسرت موظف، يا انسرت قسم جديد، يا اما اديليت حاجه موجوده، يا اما موديفاي. اروح مثلا للطالب الفلاني اغير الجي بي اي بتاعه. فدي مثلا بيسمى Relational Database State اللي هي شوية الداتا دي في كل تيبل. Update Operation on Relation Insert Delete Modify Integrated Constraint should not be violated by the Update Operation several وانت بتديليت، تعال نركز كده، هل وانت بتديليت شخص ممكن تخالف الدومين؟ لا، انا اوريدي الداتا موجوده فهي اوريدي ساتسفاي او فيريفاي الريستريكشنز الموجوده، فلما تشيل مفيش مشكله. يبقى الشيل مش هيفرق حاجه في الايه، في الدومين. طب والكي مش هيفرق حاجه برضو لان بشيل. طب وفي الريفرنشال انتجريتي هنا هيحصل مشكله، لان ممكن اشيل من تيبل الديبارتمنت دوت، اشيل الديبارتمنت رقم 5 الاقي في موظفين كتير شغالين فيه، طب اعمل ايه؟ يقول لك هنا الديليت مش هيبقى ممنوع، لا بيقول لك خد بالك الديليت هيسيب لك ناس، اعمل لك ايه؟ فانت اصلا تكون محدد ان بتقول له اون ديليت كاسكيد، اون ديليت سيت نال، اون ديليت ريستريكت. اون ديليت ريستريكت هتقول له ممنوع، اون ديليت سيت نال يعني انا لو شغال في القسم اللي اتمسح هتحط نال، وكاسكيد معناها انا بقيت في الشارع انا والديبارتمنت اللي انا كنت شغال فيه. طبعا بيقول لك ان in case of integrity violation several action can be taken. ده اللي انا عمال اقول عليه من شويه، خلاص؟ فهي كاسكيد يا سيت نال يا اما ريستريكت. وده الدومين والكي ريفرنشال انتجريتي اللي احنا قلناه بالظبط. وهنا ديليت ماي فيوليت اني اونلي ريفرنشال انتجريتي، ديليت بس مش هتعمل مشكله الا مع ريفرنشال انتجريتي. وقلنا هنعمل ايه فيها؟ اللي هو يا اما الريستريكت الديليشن دوت او كاسكيد او سيت نال. الابديت وانا بابديت ممكن اخالف او فيوليت البرايمري كي، لان ممكن وانا بابديت واحد بروح عامل ابديت للاس اس ان بتاعه ورحت مكرره مع واحد تاني او سبته بنال، مش هينفع.